الله 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 شنو هذا؟ يا ساتر يا ساتر يا ربي، اسوري قنابل الرصاص، يا ساتر يا الله يا الله يا طيب وق يا طيب ضربك ويحك، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول بالله، وين بنمشي وين بنجلي وين بنطرح؟ عندك وين تمشي ولا عندك وين تجلي؟ الله غالب علينا علي، الدنيا كلها مسكرة بالسواتر الترابية وكل منطقة معزولة عن الثانية. الله يا ساتر، اسمع اسمع انا بكي نسمع فيهم يقولوا الديربي ما ديربي اليوم، يعني بيلعبوا ديربي بيلعبوا ديربي تيادة ديربي لا قدح بالله تربحي تيادة ضرب حي ورصاص حي لا حول ولا قوة، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا طيب يا طيب ملك عرس ولا جرة؟ قلت لك عرس، مازال في عرس، هو قلت لك عرس، ايه هو عرس لكن عرس كبير هذا يا كبدي، عرس بالزمزمات هذا. ليه اللي خايف على الولد راهو حق الحق؟ ها ولدك ولدك وين؟ توا هكا جاي من شويه، يعني قال لي بنمشي كي انت ارتاحي يمي بس شويه، اكيد قعد في الشارع هو، وخلتيه يطلع خلتيه يطلع، ما تزدنيش العايش والضرب من فوق، ما تزدنيش لا شوف الدير، لا انا مشيت لنجري فم الباب وقلت لك قال لي ارتاحي ايام الليله ما تخافيش عليا نمشي ونجي هذا كان اروح وحالية 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 بعيد السي على ولادي بعيد السو على، انت خيرك راجل تفاولي للولد، انا ما فاولش بيه لكن هذه الدنيا الله غالب وهو طالع برا لا قدر الله وهو ماشي شضية مش شضيات تجي طرفها ويا ريت يقعد حي وحالية بعيد السو ما تفاولش للولد يا طيب خالك رفع دوا ان شاء الله يا ريت يقعد حي يا ريت يقعد حي كان قاعد حي باهي كيف نديرو طيب يا 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 شنو يا سيدي عبد السلام علينا هالليلة الغبرة دي وين ولا لا بيتصل بيه خلينا نشوفوه نتصل بيه وين نتصل بيه راه شوي ما يرد ما يردش في الظروف هذه لكن بكري يقول لك دريبي ما دريبي هو دريبي باين كان هو ما طلعش هو دريبي بين شكون وشكون هذا الديربي بين الخوت يا كبدي اللي من بلاد واحده خوت اللي هم من اصل واحد ونسبات خوت الله غالب علينا الله الخوت هذو وين اماليهم ما عندهمش كبير ما عندهمش حد يعني يعقلهم يقولهم عيب هيك ما فيش من يحكم ليبيا حره ليبيا مش حرة بالغلط وفي غياب القانون والهادقة هكي وخلاص في غياب القانون وفي غياب الكمنجة وفي غياب الضمير ايه توا تضحك كمنجة توقت كمنجة يا مسود نحن الضمير واخد إجازة من زمان وكل واحد يدير اللي يبي يا ساتر يا طيب الولد كيف تديره بعدك اتصل بي بكشة ودي برا كيف تطمن علي اتصل هاي 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 يرد خارج نطاق الحبل علي بيه كيف نطمن علي هو حتى كان يرد عليك توا يا طيب توا نقولوا له اقعد في مطرحك واقعد غادي حتى للصبح ليش مخليها تطالع ليش مخليها تطالع قلت لكم انا ما انا المغرب تقعدوا في الحوش وما حد يسيب مكانه وشدوا مطاريحكم يعطيكم دعوه راهو عندي ضغط والسكر ايوه انا ما عادش قادر اتحمل دب راسي كان نبي ولدي نبي احمد انا توا ديروني توا نجيب لي ولدي احمد العالم ولا يضحك علينا حرام عليكم حرام عليكم يا ساتر قوية لا خليه لا هذه مش طبيعية الليلة هذه وين تمشي هذا اسمع بس خلي نطلع من البلكونة نبيت نشوف شو فيه هيك على هليب بلكونة شيني جد على هليب ضيع روحك نطلع من البلكونة يا طيب يا طيب يا حليلي يا حليلي يا حليلي على هالرعايش يا طيب تعال هنا يا طيب لا الليلة هذه حق مش طبيعية تربح يا ربي جيب لي احمد يا ربي جيب لي ولادي يا طيب تعال وينك غير تعال ما عادش نقول شيء نقعد بحداك يا طيب نار 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 نار, نار تشعل نار نار تشعل نار تشعل وين النار على النار وهو لا خلاص النار وين نار في الجبينة اللي بحت الجامع هي 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 علينا حيقول خلاص قصوا علينا الضي قصوا علينا الضي وقصوا علينا البنزينة تعني تخلطت علينا خلاص الله غالب علينا بلادنا وضيعناها لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ليش مخلياتها طالع ليش مخلياتها طالع اتصل بي تربع اتصل بي تاني نتصل بي تاني حاضر نتصل بي تاني هلو لحظة إن شاء الله يرد يا ريتني ما خليتك ليه عليك يا حمد يا ولادي أيوة وين انت وين ها شنو
ها يا باهي باه 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 كويس. ها وينك توا؟ فين الشارع؟ ها الحمد لله. شنو اسكتي؟ شنو شنو اسكتي؟ شنو اسكتي انت في شارع النات؟ شدير غادي في شارع النت يا كدي شدير يا كدي يا احمد بالنت. الله يقطع النت الله يقطع النت اسكتي اللي داروا النت. اسكتي شويه تعالى روح توا فورا ضروري فيسع. امك العشتها يا راجل ركبت فينا الرعيش ركبت فينا الهم ركبت فينا تشري مطلعك توا بس شري مطلعك توا توا فيسع توا توا ينعم بونت فيسع قلت لك. هذا هم الديف وش نسمع هذا توا سكر عليه. هو المهم هو متاكد هو متاكد هو الحمد لله ما فيش شيء الحمد لله. هدت شويه الامور الحمد لله. انا انا خلاص الكبير بنقعمس تعال هنغيروا جونا نرتاح. باهي باهي وحاليا مو بس بعد تحسه بالحق امانه. ايه ايه خلاص ارجع انت لا خنقعمس وارتاحي علي وارتاحي على كراشة يا كبدي. شنو هذا شنو؟ صلي على النبي صلي على النبي وسلم عليه. صلي على النبي اللهم صل على محمد. زيدي صلي على النبي اللهم صل وسلم عليك. وعلي يا قلبي طب وعلي عيد السو علي حمودي الغالي بعيد السو. ان شاء الله خير ان شاء الله خير الحمد لله رب العالمين. امانه 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 الولد هو صحرة عليك ولا تكذب عليا؟ قلت لك خلاص يا زاهيه مش ناقص انا ما ترقبيهم ليش اكثر من هيك. خليك هدي بالك ان شاء الله وكذا خلينا نهدي بالها هي مريضه. هاي سيدي اهو تو بنقول لك عليه مثل ها أو كانك فالحة جاوبي عليه. هاي هاي يا زهية هاي هاي نصحتك ووريتك وشفت بعينك. ثاني نصحتك ووريتك وشفت بعينك. نصحتك ووريتك كان شفت بعينك. آه يا طيب إن شاء الله أيامك كلها طيبة. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.